لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعها بحضور وزير الدفاع ووزير المالية ووزير العدل فيما خص البند الأول من جدول الأعمال، استعرض وزير الدفاع للواقع الذي يعترض إعلان نتائج تلاميذ ضباط الحربية واقترح حلول قانونية بما يضمن حق الناجحين المفترضين وعددهم 118 واستكمال الدورة التي أعلن الدورة اللي أخذ قرار فيها مجلس الوزراء استكمال العدد ل 173 تلميذ ضابط. وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الاجتماع بقائد الجيش لإيجاد المخارج القانونية لهذا الموضوع. أما بالنسبة لموضوع الطوابع المالية وتقرير ديوان المحاسبة، ونظرا لعدم حضور مدير الشؤون الجغرافية ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي، وبعد التداول بهذا الموضوع مع وزير العدل ومدير عام المالية، تقرر تأجيل النقاش في هذا البند بانتظار رد وزير العدل على موافاة اللجنة بتقارير خطية من النيابات العامة المختصة بموضوع الإخبارات المتعلقة بالطوابع والمحالة إلى النيابة العامة التمييزية، وتأجل مناقشة البند الثالث على جدول الأعمال بسبب فقدان النصاب. شكرا رازي، ما عرفتك، فكرتك مع الشباب. أنا بكل بكل مكان مع الشباب. مع الشباب.